سبيتال احداث الخبز 83. عديت عام يعني عادي عام مينيتير، خرجت نهار 1 جانفي من مينيتير، كلست قعدت نهارين في السي في كيما نقولوا نحن بعد ما عديت العام مينيتير وخارج، كي خارج خرجت نهار 1 جانفي، نهار 2 نهار 3 صارت المظاهرات، كي صارت المظاهرات ما تشديتش نهار 3، انا يعني ما عملت شيء، لا ريت راجل ميت ولا ريت واحد ميت ولا قتلت واحد ولا ريت حتى واحد. واو تو كان تجيك انا ماني عديت الحبس، عديت 17 سنه كان قتلت قتلت وانا السيد هذا، راني انا باش نستعرف بيه نقول راني قتلته، انت عذبت عليا انت عديت عليا الحبس، انا ما ريتوش السيد هذا، نمشي في الكياس دخلت عليا كرهبة تضربني بالبيت نتيح، ايش دخلوا يشدوني من الساق ورجالي دخلوني في وسط الكرهبة، جينا قصص من الناس في وسط الكرهبة، منهم عادل الطرابلسي وعلي المزوق، من الكرهبة من غاديك من ركبت في الكرهبة ديريكت نطلع 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 للداخلية للطاقة الثاني. الطاقة الثانية كي تدخل انت في الطاقة الثانية باش تمشي فيه كيما نورمال ماشي للبيرو هذاك، فهمني، تري تصاور بتاع ناس ميتة بتاع ناس مسنوقة بتاع بنكات مسروقة بتاع سيدي كل شيء كواتروات، كي تدخل فيه تدخل انت من غاديك ما تنسى كل شيء، انت عمرك 21 سنة منين ريت وانت الشيء هذاك كل وانت باش تتفرج فيه. دخلونا حطونا على كرسي، الكرسي يتحلس فيه 7 كراسي، فيه 7 كراسي، تحل الكرسي تحط كرسي تجبد كرسي هكا كرسي هكا، وشبشبونا روسنا هكا وحطونا 7 من الناس 3 من ملاسين و4 من ريان، كي حطونا على الكرسي صورونا من غاديك هبطونا ليطنا بجوز نجوم، كي جاي يسلفينا يسلفينا بالواحد بالواحد، عملت سل زوز قال لي جي صبر خليك، عملت نزل على البوطون جيت فرق قال له كيفاش جايب لي صغار يا اخي هزوما، مش قلت له الارواح كيفاش جايبهم لي هزوما، جايبهم لي برز هزونا، كي هزونا هزونا للقصب، فهمت، كي هزونا هزونا للقصب، شكون وقتها مدير وقتها سي زين العابدين بن علي كومبو بروتكا، وفهمتني ولا وقتها ايامات شدوا الزي ولد القبسي شدوا وشدوا عميره وشدوا مرت ولد القبسي وشدوا حاصلوا اللي في تونس اللي مجرمين الكل موجوده في تونس الكل شدها في الايامات هذيك بالذات، كنا ندخلوا انا واحد من الناس ما نحكيش عليك راني 3 شهور و14 يوم يومين في زاوره، انا ما ودي ما قتلتش قدام ربي سوى حي ولا ميت ولا واحد، راني ما نعترفش وبرا تحب تصح تحب تعمل اعمل ايش تعمل، اخر واحد تعدى الحبس، اخر واحد في المظاهره دخلت لها دخلت المظاهره كل الحبس دخلوا الحبس وعاملين لهم تربوشه متعاون في الشجره بتاع برتقال، اللي ما يحيش التربوشه ياكلت ياكل كما ياكل طبل نهار لي، هذا مفهوم البيع باخي، انت ما ريتش العون واقف تو تربوشه معلقه هي عون وانت يفهم الباقي الشيء الاخر اللي باش يصير من بعد، كي هزونا نحن بعد 3 شهور 14 يوم، انا يعني شكون تكلم علي وشكون دافع علي وشكون اللي بحثني عبد اللطيف الوسلات اللي بحثني بالتحقيق اللي بحث ما لقاش مسكين شاده من الدين شد من الدين عطاه ورقه لبابا وامي باش يمشوا بها للرئيس بورقيبه هاك الرخصه هذيك اللي مشى منعتنا نحن باش ما باش ما متناش في سور وقت اللي عدونا الحبس عدوني بحوايجي بفلوسي معطاني ربي ما عندي ما ناقش شيء، ندخل للزيار ونخرج نمشي بعد التحقيق نبحث نعاود نرجع 3 شهور حسيت 3 شهور 14 يوم وزيدها بجمعه في التحقيق وبعد نحولي حوايجي وبقيت في السيلونات في سليب وسلسله في ساقي لهنا سلسله لهنا وفي سليب ومريول خلا ما عندك ما تملك في الحبس حتى شيء، الدخان يجيبوا لك الصواقه مدهم لك ويخرجوك اللي ريت كيف وترجع لهم البونته وترجع لهم العرف وقيد اللي شعلت به شهر وثلاث ايام، تصوري انت شهر وثلاث ايام كل وين يحل البير هو سيء سيء، هم جايين لينا نحن خاطر خرجوا بتاع باجه خرجوا بتاع كليكتل بتاع الواحد والكل عد مهره حاضر عليهم الكل 50 واحد يتعدموا ب 53 واحد يتعدموا والكل حاضر عليهم الكل حاضر عليهم خرجوا من حبس تونس من غاديك من تعباجك اللي قلت له الرجل كبير والكل كل قلت سيدي انا واحد من الناس ريتني يعني هاري تو في العمر هذا بزيت عندي شوك بتاعك انسان يجي في الليل يحل الباب تسمع كل توك توك انت تصور انت محكوم بالاعدام وفي سلسله تستني في النهار اللي باش يعدموك فيه النهار اللي باش يعدموك فيه تستني فيه انت شر وثلاث ايام
وانا قاعدين كان مش الرخصه هذيك اللي عطاها التحقيق في ليت وقت اللي انا خرجوني جلسه وقت اللي خرجت للجلسه وقعدنا الاربع ونص تاع الصباح الاربع ونص تاع الصباح باش نطق حتى بل ما ينطق باش يعطينا لنا نحن القاعدين فما واحد جاء حاضر الخوه حسن السنوسي الملاسي كي خرجوا جوج بنات شاهدين عليهم قالوا له قالوا لهم كيفاش قالوا لهم راهو من بوليسيه هما قالوا لنا قولوا هكا وهكا وهكا سي الرئيس عبد الاخضر بن عبد السليم قالوا هبتهم اللوط هذوما هبتهم البنات لوط كي هبتهم للجيار لوط هذا الدهم قالوا لي راه خو حسن السلوسي شبد علينا السكينه وقال ردوا بالكم وتقولوا حسن عمل فهمني بعد ما الشهاده يعطيه اللي هو طول طون ويعطي الزوز من الناس اخرين طول طون مدى الحياه ثلاثه من الناس مدى الحياه وزوز وزوز اخرين يعطيهم سماح الدعوه ونحن 13 الكل بالعدية 13 الواحد في تونس اعطانا العدية 13 الواحد مشينا وقت هزونا الاربع ونص تاع الصباح حطونا في الحبس في حبس تونس شكر في الواحد والله قسما بالله يا اخي باش نحكي لك ما عنديش باش نحكي لك قمت نحكي لك العذاب العذاب اللي تعذبناه الله مش باش نقول لك ما تصوروش حتى واحد ما يتصوروا حتى عقل تصور انت زي العابدين في بروتكا كومبا انت زي العابدين في بروتكا كومبا الطفل خرج فيها عرير والراجل عرير انت تبدا باش يضربوا فيك غداك الطاوله يحطوا لك زوز كراسي والطفله مو غير كان سترها ربي تلبس يلبسها سروي راهو اللي صار في تونس مش راهو انا واحد من الناس انا عمري يعطيني صحه بدني انا لباس ريتي صحه بدني لباس وعديت عمري كامل كله في الحبس 14 سنه واش في حبس حبوسات تونس كامله كل درت كل شهرين في حبس عاملين يعني. انا نجي نتكلم على روحي هم يبعثوني القصري انا جيت نتكلم في القصري يبعثوني القفص انا جيت نتكلم من القفص يبعثوني من البنزرت وكنت نتكلم على روحي نقول لهم يا ولاد شبيه الناس الكل سيبته والناس الكل روحت كان انا وحسن كلب السابقه ونور الدين زيد وكحله قعدنا الاربع الدوسيات بتاعنا عند شكون؟ عند الزين في القصر نضربوا نحن 14 سنه ونص باش يتفكرنا الزين ويسيب باش روحنا في الليل انا قعدت الليل وما عيطولي انا من كثرة ما منتش بيه المرواح نقزت فوق الشباك قلت له هادي انا باش تهزني كوفا غدوه هزني كوفا ما تهزنيش تو سكر الباب وعيط الكبره قالوا برا مشيلوا كلموا قولوا راهو خذوا بالسياسه وقت لقيت روحي مراوح ثلاثة سوايع وانا في غيبوب ريت ثلاثة سوايع عارفين وانا في غيبوب نخلت على باب نعيش معاه شهر ويموت فهمت هذه بلادي وما خنتيش وما بعتش روحي وما عملت شيء للبلاد هذيا ما عملت لها شيء انا كان جا غيري انا اللي صار فيا انا يبيع روحه لداعش ويبيع روحه اللي تحب عليه انت ويبيع روحه احنا هذاك اللي يحكوا علينا تو نحن في التلفزه ساعه نتفرج في التلفزه يقول لك جماعه العبوسيات هم الارهابيين يا هم جماعه العبوسيات الارهابيين هذا هم قدامك هم كلهم موجودين هم كل كلمه مجرمك اللي ماشي مجرم وانا فاهم حتى واحد مجرم تي كانوا مقبل واحد زي العبيدين الاولاد الصغار يتبيعوا في وسط القريف ريت في وسط القريف وسط القريف ما يا مدام في وسط القريف يجي باش يقيد اسمه كان القوش باب يتبيع يمشي البلاصه الفلانيه يمشي البلاصه الفلانيه يمشي البلاصه الفلانيه الرجال صار فيها مساء وانا عمري ما نبكي راه حكيت هذي وما نحبش نحكي لك حاجاتك اخويا سامحوني هذاك هو سي مختار شنيا طلباتك؟ طلباتي حقي حب ناخذ حقي كاهو حقي 54 سنة دي نحن كنا تخزرنا كنا عمرنا في الخمسينات وفي الستينات لا نخدموا لا نقدموا لا عندنا ما عندنا شيء شنو اللي عندنا باش نعملوا يعني على الاقل يشوفونا يتفكرونا وراهو بلادنا ما نبيعوهاش سوا تفكرونا ولا ما تفكرونيش وراهو ما نبيعوهاش كيف باعوهم كيما رداها تو غارقه فهمتني ولا قداش فلوس هزوها كل هزوها هاكو هزوها تو انا واحد من الناس راني حضرت على غزوري حضرت على حمل همام حضرت على حبيب عاشور كيفاش بنات في الحبس كيفاش جابوا له ولده نقموا عليه حطوه حطاهم في بيت الرتع هذي اللي يحكوا عليها بيت هذي حطوه في فهمتني حطوه جابوا شو اسمه راجل غنوش عبد الفتاح مورو بلاصتي وانا اللي شديته
أنا وقت اللي جيت للنازور رجل غنوش عفتح مور وصارح كرك خارجين من النازور في مرسيدس كحلة. قال هبا زيد نقولوا عليها تو زيد نقولوا عليها والكورة والدنيا كل والكتب نتاعهم والواحد نتاعهم كل خارجين. فهمني هذايا كل حاضر عليه اخزروا لهم هما وين ونحن الشعب هذايا كل وين. هم كانوا مربوطين معانا. كانت عندهم مليارات كانت عندهم كراب كان واحد يوقف يمشي معاه اربع كارت كورات تو يمشي معاه 60 كارت كور عليه. دماغ على الاقل شوفونا اخزرونا بين الرحمه عرفتي بعين لك يا خويا ناس تباهي يا خويا ماكم ظلمتونا ماناش يا خويا طالبين منكم باش نعاقبوكم ولا باش نواعد يا خويا ماك عذبتني عملت لي قضيتي شوف لي حقي عمل لي هز لي مورالي شوي قومني انا طايح قوم يرحم والديك من فوق